وإلينا من نابلس عبر الهاتف مدنير الجاكوب قياضي في حركة فتح. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد سيد منير. بداية كيف تقرؤون هذه العملية وهل لتوقيتها بالتزامن مع اجتماع العقبة دلالة؟ لا، هي الدلالة الكبيرة لها هي رد فعل على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة نابلس والتي توعد فيها المسلحين في نابلس في الرد، فجاء هذا الرد ردا على جريمة الاحتلال في حق مدنيين فلسطينيين عزل في داخل مدينة نابلس. أعتقد هذا هو الدافع الأول والرئيسي باتجاه لهذه العملية. ويعني الشعب الفلسطيني ذاق ذرعا في كل هذا العنف الإسرائيلي والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضده، فمن حق الفصائل ومن حق الشعب الفلسطيني ومن حق الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وعن شعبه وعن كرامته. بالتالي هذا هو دفاع عن النفس بالدرجة الأولى، ولا يوجد لها تفسيرات أخرى إلا أن هذا الشعب أعزل تحت الاحتلال، ما زال يدافع عن نفسه، ما زال يحاول أن يصد هجمات الاحتلال ويردع ما يقوم به الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل الذين لا يملكون إلا إرادة صلبة في مواجهة هذا الاحتلال. طيب، بما أنها تزامنت اليوم مع اجتماع العقبة، ولو كنت تقول أنها ليست ردا عليه، ولكن هل يمكن أن تؤدي إلى وقف هذا الاجتماع؟ ولماذا يتم الربط والتسخين عبر مواقع التواصل بين رفض الاجتماع للفصائل التي ترفض هذا الاجتماع، تربط بينه وبين الرد على أرض الواقع والرد بعمليات كهذه؟ يعني بداية أنا أعتقد أن أي أفق سياسي قد يتحقق إذا تحقق، وأنا أعتقد بأن إسرائيل لم تقبل بالمطالب الفلسطينية الموجودة حتى تحت الضغط الأمريكي. هذه المطالب لها علاقة بحياة الفلسطينيين، بتسجيل جثامين الشهداء، لها علاقة بإفراج عن الأسرى ما قبل اتفاق أوسلو، لها علاقة بكثير من النقاط السياسية المهمة للشعب الفلسطيني. بالتالي يعني لا أعتقد بأن هناك فلسطيني أراد أن ينفذ عملية ليوقف هذا المسار. المسار السياسي هو أصلا متعطل بدون عمليات، يعني إسرائيل لا تريد هذا المسار أبدا، جاءت مجبرة عليه إلى العقبة وجاءت مرغمة عليه من الولايات المتحدة ومن مصر ومن الأردن ومن بريطانيا أصلا. بالتالي إسرائيل لا تفكر أصلا في مفاوضات سياسية مع الشعب الفلسطيني ولا تفكر بإعادة حقوق للشعب الفلسطيني. بالتالي يعني كل ما تفعل إسرائيل هي تريد إدارة الاحتلال إدارة معينة حتى تحقق ما تريده كما فعلت في قطاع غزة، وتنسحب من كانتونات فلسطينية لإبقاء الفلسطينيين تحت حصار شديد وكبير وقوات محاصرة للمدن الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية، ولكن بدون أي كيان فلسطيني مستقل له علاقة بدولة وبعاصمة وبحدود بمياه وبحر وبمطار. هذا ما تفكر فيه إسرائيل. طيب سيد منير، أفق سياسي قد يتحقق، قد يفعل شيء وقد لا يفعل. ما الهدف إذن من اجتماع العقبة؟ ما المرتقب منه وما الذي يضمن التزام إسرائيل هذه المرة؟ والله يا سيدتي لا يوجد شيء يلزم إسرائيل بأي شيء. إسرائيل غير يعني لا تفكر إلا في حالتها الأمنية. نحن ذهبنا في مطالب سياسية وإسرائيل لا تفكر إلا في حالة أمنية وكيف تحفظ أمنها فقط، هذا ما تفكر فيه إسرائيل، وقد تذهب إلى آخر الدنيا للحفاظ على أمنها. هذا إسرائيل ما تفكر فيه، وبالمناسبة القيادة الفلسطينية يعني تعي جيدا ذلك، ولكن تبقى تحاول. قد يكون في يوم من الأيام هناك أمل. نحن موجودين على أرضنا، لن نرحل، سنبقى ثابتين وصامدين حتى يأتي حل من رب العالمين، أو تصبح هناك دول عربية قادرة على تحرير هذه الأرض، أو نصبح نحن دولة قادرة على تحرير نفسها من الاحتلال والخلاص منه عن طريق هذه الأعمال التي نقوم بها على الأرض في مواجهة الاحتلال. يعني سيد منير، لن يسقط الحل من رب العالمين، يعني من دون أي استراتيجية معينة. يعني اليوم ما الاستراتيجية فعلا المطلوبة لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر، بمواجهة هذه الحكومة التي هدفها التوسع الاستيطاني، هدفها واضح من أول ما بدأت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وبظل وجود سموتريتش وبن كفير، يعني معروف التوجه. ما المطلوب اليوم الاستراتيجية لمواجهة هذا التوجه؟ مطلوب أول شيء دول عربية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ليس في المال، نحن لا نفكر في المال. مطلوب وقف التطبيع العربي المجاني مع إسرائيل ليكون ذو ثمن،
لها علاقة بحرية الشعب الفلسطيني هذا الثمن. أما التطبيع مجاني مع دولة الاحتلال بدون أي ثمن يحصل عليه الفلسطينيين والمسلمين. بالمناسبة المدينة المقدسة مدينة القدس ومصر رسول الله هذه لكل المسلمين في العالم، بالتالي أي أحد يفكر أن يذهب إلى التطبيع بدون أن يكون هناك حلول منطقية للحالة الفلسطينية أعتقد بأنه يجرم بحق نفسه وبحق مصر رسول الله أولا. ثانيا على المستوى الفلسطيني الداخلي أعتقد بأننا بحاجة إعادة وحدتنا الداخلية الفلسطينية، وبحاجة إلى أن نتفق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذا الاحتلال. لا نبقى نفكر كل فصيل على حدة كيف يدير الحالة، ولا نبقى نرحب بعمليات فردية يقوم بها بعض أفراد الشعب الفلسطيني المستفزين من جرائم الاحتلال. لا، هذا الموضوع بحاجة إلى وقفة فلسطينية جادة، نتفق كيف سوف نواجه هذا الاحتلال جميعا وننطلق لمواجهته لتحقيق حريتنا. الموضوع الثالث له علاقة بالعلاقات الدولية والعلاقة مع الولايات المتحدة وطريقة استغلال هذه العلاقات أيضا لتحقيق حرية الشعب الفلسطيني. بالتالي مطلوب مزامنة الوضع السياسي مع الوضع المقاوم على الأرض للشعب الفلسطيني لتحقيق أمنيات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال. هناك كثيرة يجب أن نقوم بها جميعا، ويجب أن كل شخص يتحمل مسؤولياته تجاه مصر رسول الله واتجاه فلسطين. فلسطين أرض وقف لجميع المسلمين في العالم، وإن ربنا اختار الشعب الفلسطيني ليكون بداخلها، ولكن واجب على كل مسلم ومسلمة وعربي وعربية في العالم أن يتحرك لإنقاذ المسجد الأقصى وإنقاذ هذه الأرض الوقف لله تعالى، والتي لا تعود لكل المسلمين والعرب ولا تعني الفلسطينيين لوحدهم. اختارنا ربنا ليكون على الأرض، نفعل ما علينا بقدر ما نستطيع، ولكن أيضا بدون عمقنا العربي والإسلامي وبدون تفهم الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل بما يحدث على الأرض، بالتأكيد ستكون كل الاستراتيجيات فاشلة في مواجهة يعني جيش قوي مثل هذا الجيش يستطيع أن يحاصر أي مدينة فلسطينية وأي شارع فلسطيني وأي قرية فلسطينية وأي سيادة فلسطينية وينهيها بشكل سريع. أشكرك من نابلس منير الجغوب القاضي في حركة فتح.